من IDC ستوديو، أهلا بكم. البداية مع أبرز الأخبار، حيث اتفق تحالف أوبك بلس على التمسك بسياسته بشأن زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً. ومن ناحية أخرى، فقد أوضحت نتائج تقرير الوظائف الأمريكية ارتفاع الوظائف غير الزراعية بنحو 210 ألاف وظيفة في نوفمبر 2021، وهي أقل من التوقعات البالغة حوالي 550 ألف وظيفة. وعلى صعيد تحركات أسواق المال العالمية، فالبداية مع الأسهم الأمريكية والتي شهدت أسبوعاً متقلباً في ظل المخاوف بشأن سلالة أوميكرون، بالإضافة إلى نتائج تقرير الوظائف، ليغلق مؤشر ستاندرد أمبورز 500 تعاملات الأسبوع على انخفاض، مسجلاً 400,538 نقطة فاصل 43، كما تراجع مؤشر داو جونز ليسجل 34,580 نقطة فاصل 8%. وعلى صعيد الأسهم الأوروبية، فقد اختتمت تعاملات الأسبوع على تراجع في ظل تأثير المخاوف بشأن تأثير سلالة أوميكرون على الانتعاش الاقتصادي، لتشهد المؤشرات الرئيسة في كل من فرنسا وألمانيا تراجعاً، في حين ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني. وفيما يتعلق بتحركات أسواق السلع الأساسية، فقد تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأسبوع في ظل تأثير المخاوف بشأن سلالة أوميكرون، فضلاً عن نتائج اجتماع تحالف أوبك بلس، ليسجل خام برنت 69 دولاراً فاصل 88 للبرميل، فيما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 66 دولاراً فاصل 22 للبرميل. ولمزيد من الأخبار والتقارير، يمكنكم زيارة موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومتابعة حساباتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، كما يمكنكم تحميل تطبيق IDSC. شكراً لكم.